لو عايز أدخل المجال تنصحني بإيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال ده بيجي لي كتير، ويمكن أنا شفته كتير في عدد من المجموعات. تحياتي يا أصدقاء المتابعين الكرام. ببساطة وبسهولة، إنك تدور على مجال لكسب المال ومؤازرة صعوبات الحياة ده شيء من الفطرة، ويمكن يكون هو الهدف الأساسي من أي عمل. ولكن الفكرة هنا، انت فكرت هل المجال ده يناسبك فيسيولوجيا ونفسيا وعلميا ولا لا؟ خليني احكي لك حكاية. كان ليا صديق من سني، وياما نصحته انه يدخل المجال وانا هعلمه وهخليه يشتغل وكمان براتب كويس، وعلشان انا كنت شايف فيه بعض المؤهلات القوية في وقتها، انه كان بيتكلم انجليزي وفرنسي وايطالي وبشكل كويس جدا، ولكن هو عن قناعة ما استجبش. وكانت حيثيات عدم القناعة لأسباب، منها قدرته النفسية والمزاجية وحتى مهاراته الشخصية لا تتناسب مع الشغلانة دي أو مع الوظيفة دي، ففضل إن هو يشتغل في خدمة العملاء باللغات المختلفة. طيب خلينا نرجع مرة تانية، إنك تفكر في مجال عمل. شوف نفسك أنت، هل تقدر؟ يعني مثلا تلاقي شخص صاحب ذاكرة السمكة، وده شيء مش بإرادته، تلاقيه لو اشتغل في المجال ده الحالة دي ممكن تسبب له مشاكل كتير، وممكن تمنعه كمان ان هو يترقى وظيفيا، وتلاقيه بسبب الحالة دي واقف سنين في مكان ثابت وظيفيا. يعني نيجي للنقطة المهمة في موضوع المؤهلات، انك تتوافق. يعني الموضوع سهل، ولكن الفكرة في عنصر الوقت. بمعنى انا عاوز اشتغل في مصنع هنا في مصر في مجال السلامة، وأنا خريج هندسة هتعلم بمهنية وهاخد كورس أخصائي واشتغل، ومن أول يوم هبقى أخصائي. طب لو أنا مثلا خريج كلية زي التجارة أو أي كلية أدبية بشكل عام، يعني في الحالة دي عشان أوصل لنفس المكان ونفس الوظيفة دي اللي كان أو اللي فيها المهندس، محتاج إن أنا أعمل دراسات عليا في مجال السلامة، ومن خلالها هقدر ان انا احصل على كورس اخصائي من الجهات الايه؟ من الجهات المعتمده زي المركز القومي لمؤسسات السلامه او من معهد السلامه، وابقى اخصائي رسمي بموجب اللوائح المعمول بيها. طب انا هاخد وقت قد ايه في الحاله دي؟ هاخد مثلا سنه ونص. يبقى انت هنا اتاخرت سنه عن شخص تاني اللي هو المهندس بسبب المؤهل التعليمي بتاعك. ومعلش لحظة، ان في الحالة دي ده مش معناه انك اتأخرت سنة او سنة ونص ده يبقى انت ما اشتغلتش. لا، انت ممكن تشتغل بس في اماكن ما بتطلبش شهادة الايه؟ الاخصائي ضمن اوراق التعيين كمتطلبات يعني قانونية، زي مثلا موقع انشائي، وانت مش هيكون لك صفة للتعامل مع المتطلبات القانونية او مع الجهات المعنية. اما ان في مصنع، لا لازم، لان المصنع بيمتثل المتطلبات القانونيه في اجراءات التعيين، لانه مكان وعمل ثابت ويخضع لمراقبه من الجهات المعنيه بشكل ايه؟ بشكل مستمر زي مكتب السلامه. رقم ثلاثة بقى، والمهم من وجهة نظري كمان، انك تبقى فاكر انك هتاخد كورس 5 ايام او 10 ايام، وكورس 6 ساعات في اليوم لمدة 5 ايام او لمدة 10 ايام، وان انت هتطلع ذات محتوى مهني وقادر ان انت تشتغل على ارض الواقع وتشتغل فورا، ده يعني انا شايف ان هو امر شبه مستحيل، وده اللي بيسبب ضخ عدد كبير من العاملين الجدد في المجال، وده عامل زي فكرة تعويم الجنيه كده، بيعمل تضخم في سوق العمل بالسلامة ده، وكمان بيؤدي كمان الى ايه؟ تدني الرواتب. بس لحظة، انت ممكن تشتغل لو انت فريش، بس امتى بقى؟ لو في حالة ليك مثلا علاقة بشخص ما في بيئة عمل، وهو عمل لك توصية، او ان المدير حابب يعتمد على ناس جديدة، لان دايما بنقول الجديد بيكون عنده شغف للايه؟ شغف للعمل. وعشان ما اطولش عليك، لو عاوز تتعلم انضم لمجتمع حقيقي، ودايما بقول ان اعطاء المعلومات ده سهل على الجميع، ولكن تنمية المهارات بيحتاج الى مجتمع، وبدعوكم للانضمام الى ورشة التدريب المهني للسلامة والصحة المهنية ياسر عبد الستار. شكرا.